ضيفنا اليوم كان وزير التضامن، كان وزير الصحة، اليوم راه سيناتور على تلت الرئاسة. ضيفنا اليوم هو وزير الصحة السابق جمال ولد عباس. جاء المجاهدة تاع الصحفيين، ما تكلمش على بعض. ما نتكلمش كاع عليها، ما نقيموش كاع. نهضروا على العودة تاع رئيس الجمهورية. من حسن، حسن الحظ. نتاعك وانت. حسن حظنا. ما حظنا بينزلت. بزوتر شان. في غيرهم. وي. هادي غيرهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ضيفنا اليوم قلد العديد من المسؤوليات. يعرف جيدا دواليب الحكم. يعرف كذلك من أين تؤكل الكتف. يعني وقف مع مسؤولين كبار في وقت اللي تسع. ضيفنا اليوم هو وزير الصحة السابق سيد جمال ولد عباس. أهلا سيدي. مساء الخير. علاش أنا قلت فوق اللي تسع وما قلت فوق الضيق؟ لأن كنت نائب في مجلس الشعب الوطني في الثمانينات. ثم في المجلس الوطني الانتقالي. علاش أنا قلت فوق اللي تسع ما قلت فوق الضيق؟ قلت لأن أنا مجاهد أولا ومناضل منذ 1954. نعم. وأنا من هذه الفئة نتاع المجاهدين اللي محكوم عليهم بالإعدام، محكوم عليا بالإعدام. أنسيان كوندوني أمور. يعني هذه فئة باقي نحن 217 في قيد الحياة اللي كان محكوم عليهم بالإعدام. لهذا احنا عندنا الجزائر في الأديان تاعنا. جزائرنا يا بلاد الجدر. لحد الآن. نعم، لماذا جمال ولد عباس مع الوقف؟ مش مع الوقف. مع بالخادم، اسمح لي اسمح لي. دار اللعب يا سي ولد عباس وبلال ولا يقذف بالعيار الثقيل. شايف اللي رئيس الجمهورية وعبد العزيز بوتفليقة الولي راح يروح للدميلكات رئاسيات، وقف مع بوتفليقة، بعدين مع بالخادم، ثم مع سعيداني، غير مع الوقف. حزب التحرير الوطني يبقى دائما. مع بنفليس لا. بنفليس نعطيك معلومات بدون ما نحبش ندخل الاسامي، ولكن لما تفضلت نعطيك الحقيقة. أنا بنفليس كان نائب في مجلس الشعب الوطني بفضل التدخل تاعي في اللجنة المركزية 2007. كنا مع بن حمودة. أمين عام. وأنا كنت في اللجنة الوطنية للترشيحات. وكان مرفوض هو من نسباتنا. أنا ساعدته لأنك ساعدته كان عضو المكتب السياسي. ابن شهيد مي هادي اون 97 نحكيو على 2004، نحكيو على وقت بالخادم وقت سعيداني، توجور جمال ولد عباس تلقى توجور مع الوقف. سي بلال، الاسئله نتاعك راني محافظ عليها، راح نجاوبك عليها، ولكن مش الان، من بعد نجاوبك عليها. السؤال تاعك سؤالي، فاهم السؤال. 1999 جاء سي عبد العزيز بوتفليقه مترشح. ايه يا سي جمال، نعرفك باللي مقرب من الرئيس ومقرب. انا سؤالي علاه مع الوقف؟ ماشي مع الوقف. انا اللي نوقفهم، انا اللي نوقفهم، ولكن لما يخرجوا على الطريق ما يبقاوش. لماذا جمال ولد عباس حتى الان يقعد يكولس مور الليزر؟ لا كوبول سي جمال ولد عباس هو اللي كان يدير اعضاء اللجنه المركزيه، صح ولا لا؟ لا، في لاصال طروا في لا كوبول. جيت ترشيحات ودرس كل الترشيحات باطل. بالعقل علي يا بلال، ولد عباس راهي تلفت له الهضره. اقدم مناضل الان في الجبهه، في الجبهه اقدم مناضل واقدم عضو اللجنه المركزيه في جبهة التحرير الوطني. ليش؟ كان هذا الشيء لله في سبيل الله ولا للنضال؟ شوف فيها شويه. لا ما فيها شويه، شوف سبيل الله. ماش فوق؟ كاين اللي منتخبين من ولايات. نعم. وكاين يعني القائمة الوطنية اللي تحت أشراف السيد عمار سعداني. يشار لي الآن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحل البرلمان بغرفته. ويدعو لإجراء انتخابات شرعية مسبقة. الآن ما راك 30 كتب سياسي. أيوة. ولا سيناتور. أيوة. وراك خبير، نتكلم معك كخبير سياسي. أنا عضو اللجنة المركزية. مازال عضو اللجنة المركزية. وسمارك ديت كاع المناصب. ما كاينش، ما نطيرهم كاع، تقعد سي جمال ولد عباس. دائما.
ايه ما الواقف؟ لا الواقف المركزي لو كان يعين درك رئيس بوتفليقة أمين عام آخر الحزب، هل جمال ولد العباس راح يوقف معه؟ أنا منضبط مع الوفاء والصراحة مع السيد الرئيس. دائما معنا مشاهدينا الكرام سيناتور سابق وعضو المكتب السياسي السابق وعضو اللجنة المركزية السابق والوزير السابق جمال ولد العباس. سيد الوزير فاجأتني والله العظيم. فاجأتك؟ والله فاجأتك. ما زالت سيد تتفاجأ واللي فات أرحم من اللي جاي. عقد لجنة مركزية طارئة لحزب جبهة التحرير الوطني. أيوة هذا من حق الرئيس. نعم من حق رئيس الحزب. يشار لأنه الرئيس يعين جمال ولد عباس لتسيير شؤون الحزب مؤقتا. من اللي قال لك؟ هل اليوم على بالكم، هل كنت تنتظر انه رئيس الجمهوريه راح يعقد هذا، يتخذ هذه القرارات، ولهذا السبب طلبت منك تجيني اليوم للاستوديو؟ لا لا ابدا لا كنت على بالك. والله والله اقسم بالله العلي العظيم انا قلت ربا ربا صدفه خير من الف ميعاد. انا جيت اليوم. مشاهدينا الكرام السيد جمال ولد عباس الوزير السابق وعضو اللجنه المركزيه السابق وعضو المكتب السياسي السابق يقول انه ما تقولش الطبيب السابق، دائما طبيب يقول انه دائما. يقول انه هذا الامر هذا وقع صدفه وهو كان على باله انه راح يتعين لتسيير شؤون حزب جبهه التحرير الوطني ويكون هو من قاد الفخ ضد عمار سعيداني. بلفظ اخر جمال ولد عباس الذراع الايمن لعمار سعيداني هو اللي حفر سعيداني. كنت على علم بهذا؟ أقسم بالله قلت لك رب الصدفين من ألف ميعاد. لو كان جري ودوك اتصال مباشر مع سي عمار سعيداني راح تقابله؟ لأنه يقول يشار لأنه غاضب بزاف منك. هو؟ راك حشيت له رجليه. شوف يا سي بلال أنا عارفك ناشط، عارفك تبحث عن المعلومة ولا تجيبها من قاع البير. شنو تنتظر هذا يعني تحس من قاع البير؟ والله يعني شوف أنا يعني الآن مشاهدينا الكرام نترككم مع تقرير خاص لمسير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني سيد جمال ولد عباس. إنه جمال ولد عباس هذا الثمانيني الذي يتبجج بألبسته الغريبة وربطات عنقه الوردية التي تختارها إحدى زوجاته. حسابات بنكية في مختلف عواصم العالم، شقق وفيلات من باريس وصولا إلى روما ثم برشلونة. جمال ولد عباس طبيب بشهادات مزورة. وصف ببابا نويل حين كان يوزع الحافلات على الأقارب والأحباء باسم التضامن، يتحدث أيضا باسم الرئيس ويقدم نفسه على أنه ولد الدار. جمال ولد عباس رمز الثراء الفاحش في الجزائر، بدأ مشواره في التهريب لما كان شابا، سجن واعتقل أكثر من مرة لنشاطاته المشبوهة. وصوله إلى مناصب قيادية في الأفلان جاء بتوصية من أحد الجنرالات الذي يعد عرابه. جمال ولد عباس ورد اسمه في وثائق ويكيليكس كأحد عملاء الكيان الصهيوني لما كان وزيرا للصحة، وقع عقودا بالملايير الدولارات مع شركات أدوية صهيونية. جمال ولد عباس متزوج من 4 نساء. مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد هذا التقرير الذي يعني ما استغربت فيه سيد جمال ولد عباس، كل شيء كان عادي، لكن تاع 4 نساء هذه لي يا ريت 4 نساء. اليوم الكيان الصهيوني. نعم هذه الكيان الصهيوني المعلومه اللي توفرت من عند مصالح جهاز الامن والاستعلام تقارب. لا خلينا لا قلت ديارس. نعم كلمها قول ديارس. لا قلتها انت. انا ما نقولهاش. قولها انت. علاش ما تقولهاش؟ انا قلتها لك جهاز الامن والاستعلام. اي جهاز الامن والاستعلام. انت قلت ديارس. لا 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 لا, لا, لا. انت اللي قلت ديارس. جهاز الامن والاستعلامات. لا انت قلت ديارس. لا ديارس. بصح وين راه المشكل الا قلت كلمه الدياريس يا سي ولد عباس؟ ولا حنا اللي ما راناش فاهمين؟ كانت عندك شركه ادويه. انا نعم. وكانت عندك علاقات مع وزراء اسرائيليين. بابا 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 لما كنت وزير الصحه.
لماذا الكيان الصهيوني سي جمال العباس؟ كنا قادرين نجيبه من فرنسا، من إيطاليا، من الأردن. هادي يدخل لك ببالك انت يا انا معلو ما دخلتش، مي كيشوف الوثائق شكون جيب لي هذه الوثيقه تاع الدياراس؟ تاع الدياراس كان يقول الدياراس. انت اللي قلتها مع الاول؟ لا لا انا قلت جاز انا سي بلال. والله العظيم انا جيتك بحسن نيه. ليش انا ثم جيتك نيه هذا الروبورتاج؟ ربع نساء اسرائيل شهاده مزوره. شهاده مزوره شفت هذه ثلاث شهور في سفارة ألمانيا شهادة اللي لا عفوا بيقدموها لي كأحسن كأول طبيب جزائري كون في ألمانيا في 1964 شهادة ذهبية. شفتها ولا ماش؟ شفتها أيوة. كيش تقول هذه تأكد المعلومة أنك تعمل مع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يقدر ألمانيا غدوة إن شاء الله، يقدر غدوة شهادة في السوربون. جمال ولد عباس أحسن دكتور في العالم. دك يا سي جمال ولد عباس، سي الوزير السابق والسيناتور السابق وعضو المكتب السياسي السابق والحالي إيش؟ راك مسير حزب جبهة التحرير الوطني. أنا سؤالي الآن، لماذا اخترت الكيان الصهيوني؟ لماذا أنا كنت نشوف جمال ولد عباس طبيب ماشي حرام وزير صحيح. ماشي حرام. أنا نعتبر الصحافة ونحترم الصحافة كل شيء اللي يقوموا به، ماشي حرام عليكم تكلموا هذا الكلام نتاع الكيان الصهيوني؟ ماشي حرام عليكم؟ أنا حرام عليكم وأنا قضيت عفوا تكلموا صراحة، قضية الأدوية في وزارة الصحة قدمت تقرير بالكيان الصهيوني على تضخيم الفاتورات نتاع المستوردين. لماذا؟ لأن لقيت المستوردين مئات الملايين من أورو اللي يسربوها لفرنسا، واحتجيت على هذا. يا إيه وجبت دواء من إسرائيل أنت الأبيب كيف كيف؟ يعني خرجت منها دخلت من الجالي من هيك. يا سي جمال ودا بس هذه الكلمة تاع إسرائيل نقول لك من ضروك أنا تكون عليها دعوة قضائية. لا تقدر القيادة ترفع به دعوة، نبقاوش غير احنا يرفعوا بنا الدعوة، احنا رايحين نرفعوا الدعوة. سي جمال ولد عباس عاجل آخر، شوف معنا العاجل. اقراه لي الله يحفظك. ولد عباس الله أعلم راك متوتر شوية ماكش قادر تقراه. اقرا. ولد عباس راك شاركت في الكاميرا المخفية رانا حكمنا. ايه يا سي ولد عباس نحبوك ونعزوك بصح الله غالب مع بلال رانا حكمناك. انت وانا تانياهو هذه خدمة اليوم. برافو والله انا عارف الناشط بصح ما عشت يهودية تبين دخلت إسرائيل دخلت يهودي تخدم من عندي وراك رايح. صوموا بخير إن شاء الله وعيدوا بخير في نفس الوقت. أنا نشكر نهار تي في لأن راك بدون مجاملة أول قناة على مستوى الوطن العربي ما فيها لا الجزيرة ولا عليهم يحزنون، ولكن يا بلال ربي يغفر لك. ماشي اللي حكمتوني ربطتوني اليوم.